تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه دعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 32 التي تستضيفها المملكة الشقيقة في مدينة جدة خلال شهر مايو الجاري. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة وعن تمنياته بنجاح القمة العربية المرتقبة وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يخدم مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك. أشاد جلالته أيده الله بالدور المحوري الفاعل الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وتعزيز التضامن العربي ومساعيها الخيرة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.